السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ صغير جاي فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. هذا الفيديو إن شاء الله راح نبدأ سلسلة جديدة وراح نلعب شيء جديد إن شاء الله، تمام؟ بس ولكن في بتحديث اللي نزل امبارحة في نزلت مودات كتير جميلة وكتير خرافية، فحابب أورجيكم إياها. أول إشي خلينا ندخل هون على الشوب وبعدين نروح للأخير. طبعا في هون عنا شغلات كتير حلوة موجودة هون وهون وهون، في كتير مودات نزلت جديدة وحتى في أنواع زراعة نزلت جديدة، فراح نجربها كلها إن شاء الله خلال اللعب. وراح نبلش بمود جديد رح تشوفوا هلا شوي تانية، بس ثواني. طبعا هون في نزلوا نوع جديد من الزراعة اللي هو مثل المحاصيل الزراعية او الفواكه، تمام؟ في عنا كم شغلات كتير موجودة نزلت جديد، ما خرج انه هي مثل رمبة عشان تستحي سيارات حلوة، لا رمبة تستحي سيارات هي عشان تقدر تحطها وين ما بدك، فما رح اضيع وقت كتير عليها هون، بنجربها ان شاء الله رح تشوفوها بالالعاب لما نلعبها. طبعا انا رح اجرب كل شيء مفيد، يعني رح اشوف مثلا هون في عندك هذا المود مثلا نجربه، هذا المود اجربه، هذا المود اجربه، اجربه اشوف ايش هو الافضل واقول لكم عليه. يعني في شغلات مثل الاكسسوارات ما مهمات يعني، تمام؟ بس مشان احكي لكم هالشغلات هاي وكون بعلمكم. يعني في عندنا هون كمان موجود نفس الشيء تقريبا، هون هنجارات وما هنجارات وهالشغلات هاي. في عندنا امطاصور، في عندنا هون هاي اللي نستخدمها بنركبها مع ماكينه الحصد تجي تتركب. اشوف هلا هاي مثل هاي ما تركب شي وراها، هي بس هيك تجي لحالها، بس هي ما في هون ما في بيئة تشتغل عليها، هي مالنا فيها تركون منها. في عنا هي عنا هي هي شذا يعرضة، هي مترين ونص وهي ثلاثة اتوقع، صح؟ لا هي أربعة، هي أكبر، حلو حق 15,000، بس هي أحسن. في ماكينة نحن مركبينها وينها؟ هاي موجودة هون، موجودة بالبلوين. طبعا هاي ماي بلوين، ها على فكرة يعني البلوين اللي هو بتجي من هدول لازم تكون هاي. لا مو هاي، وينها وينها المود اللي انا مركبه وينه؟ هذا هو، يعني هذا حقه 17,000. ايوه والله نفس الشي معلم، بس هي طولها 6 متر. المهم مالنا فيها بالتفاصيل، هي نحكي فيها بعدين، تمام؟ هلا في سؤال اخير رح اجاوب عليه، في كثير ناس سالتني عليه، اللي هو في مودات كثير نزلت جميله عن هون مابات، بس طبعا انا شفت عم بطلع هون على النجوم، ما بدي اطلع انا ايش مكتوب على الماب وش عم يحكوا عليها. فكلهم تقريبا في بس عندك هي 4 نجوم ونص والباقي كله يعني عادي. هون ما في، انا من هون عم باخذ المنطلق يعني عم بعير هون، هذا الماب الوحيد الكويسه. بس ولكن في ماب القديمه اللي احنا كنا عم نلعب فيها اللي هي اللي هي هي اللي سوينا عليها استفتاء بزمانه ومقدار 4 نجوم ونص، فراح نلعب هاليوم هاي المود، تمام؟ لكن سؤال اكثر شيء بنسال فيه اللي هو كيف عم تعمل انت اكثر من عقد او تمسك اكثر من عقد بمعداتك. هو هذا هو هذا هو المود اسمه بيتر كونتراكتر. طبعا بتدخل انت على المود، بعد ما تدخل على المود هون على صفحه المودات تكبس مصدر او سيرش وتكتب بيتر، راح يطلع لك هذول المودات. هذا هو موجود واللي منزلين كل لعبه مكرك، راح يلاقوا رابط هذا المود موجود في ملف اكسل بكل بساطه، بتقدر تضغط عليه وتحمله وتحمله عندك وتثبته باللعبه كمان، تمام؟ بس جوز ما يشتغل لانه تحدثت اللعبه، فاكيد تحدث معها ما بعرف، فبحاول احط لكم اياه وانتم حاسكم ما بعرف يعني، تمام؟ بس هاي هو كل ما هنالك الموجود معنا بهاي الفيديو او موجود معنا بهاي المودات، حكينا عنها كلياتها. هلا خلينا نروح نفتوي كرييت جيم، وهي فتنا الى الارض. طبعا اول شيء في عنا هاي الحصاده بس، وفي عنا هذا التراكتور اللي بده تنظيف، بنحط له هيك تنظيف، وعن هذا التراكتور، تمام؟ تمام، بس معنا شيء ثالث خالص. طيب اول شيء راح نبلش نروح نزرع الارض، تمام؟ فلازم نروح، طبعا في عندي انا ارض رقم 8 بس والباقي الاراضي مين ملكي، فلازم اروح اشتري ارض 8. طبعا قبل ما اروح اشتري ارض 8 في عندنا شيء من هون، نطلع من هون هيك، جميل جدا. تمام، ها هي الماكينة اللي بتبذر. طبعا انا ما حبيتها صراحة، بس ما رح اوجع راسي فيها حاليا لانه بدنا مصاري كثير، فرح نزرع فيها او ما فيها شيء ابدا. بدنا نروح نجيب لها سماد وش اسمه سماد وبذور، لازم نجيب سماد وبذور. ف نروح نجيب ماكينة ولا شو نعمل؟ طيب خلينا نروح نجيبهن ونشتريهن ونعبيهن ونرجع. نروح بالماكينة نشتري ونعبي ونرجع على الطريق. لا يعني لما نكون ماشي سكت الخريطة بالغلط،
لا كمان يمين، بالعكس. أخيرا وصلنا إلى الشوب، خلينا نشتري طبلية طبلية على السريع وبنرجع، لأنه المشوار كتير طويل صراحة يعني ومزعج. طيب حلو، هلا بعد ما عبينا خلصنا، هلا بنرجع على الأرض ونروح نشغل الماكينة. بس قبل ما نشغل الماكينة خلينا نوقف عملية الشراء الأوتوماتيكي عشان ما نعاني مشكلة بعدين بالشي اسمه في الموارد، المصاري يطير طيران مطلقة. فلذلك احنا اول شيء نصل ونمسك طريق مستقيم. طبعا نجي لهون، عندي شارج تراكتور، في عندك هون السيد بتقول له اوف، في عندك الفليز بتقول له اوف، عندك هون سلوري بتقول له اوف، او من المزارع تبعتي او من المزارع تبعتي. في عندك في شيء اسمه كروب هون الفيلد اوف تبع المازوت. في عندك وينو هون اون هون اوتو وين الكروب. هي كروب ديستروي، انه يتخرب المحصول اذا دخلت بالماكينة عليها. طبعا هون المدينة مش تملة، او النقطة الاساسية فيها مبنية على مزرعة على تربية الحيوانات، مو زراعة الحيوانات، على تربية الحيوانات. تمام، فهلا بهذا الفيديو بس رح نعمل هيك. الفيديو الجاي رح نعمله نشتري تريل لتربية الحيوانات وبلش نشتري حيوانات ونعبي المراكز اللي فيها حيوانات ونبلش ندير بالنا على الحيوانات، لانه هي الاساس يعني. شوفوا لما تبعوا على الاراضي اللي فيها، ما فيها اراضي كثير بس مراكز حيوانات جدا كثير فيها، فلذلك بدنا ننتبه على هذا الموضوع ونشتغل فيه. تمام، في هون ايش هي الاشارة القبة؟ اللي بيعرف شو معناتها هي القبة يا ريت تكتب لي تحت التعليقات. طيب اول شيء خلينا نفتح، شكله ما انفتح، هو ما بعرف تشتغل. منين شغلها؟ هل بدي تحرس تحصد ولا بس؟ والله دوخة يا زلمة، شو بده يبلش فيها هي الأرض؟ طيب خلينا نبلش من هون. هذا برا همو، وير ار جيت ذن؟ ما ضبطت لما ليش شكل الارض عوجة. طب خلينا نبلش نشغلها هيك، مشكلة معلم هيك. طيب خلي يروح، خلينا نروح نشوف شو في عنا عقود، نمسك لنا كم عقد. ما في غير 3 عقود بس. طيب هذا بده ناخذ هاي هي وماكينتو، نيو كونستراكتور كليبر كونستراكتور. لا بدي اياه مع الماكينات، انا ما عندي ماكينات اساسا. لا مو كرانسل. طيب تروح هي خليها بتشتغل، نشوف ايش هون، ايش هو ماكينة، ايش هي؟ اتوقع ماكينة تحصد، فهين نحطه وخلها روحي. وقف وقف، خلينا نشوف وين العقد هذا رقمه. العقد رقمه 15 بس ما يكون بعيد، رقم 5 بعد برا. حلو نطلع هيك، نجي هيك. طيب تمام، نلف هاي الكوع اول السفر. يعني ليش كل مكان فيه له هيك بوابة كأنه فعلا واضح عم نلعب؟ هو حلو بس يعني اوفر صح. ولو انه تكون حساسيته اعلى شوي، انه مباشر مجرد ما شافك قررت مباشر لحاله فتح، مو لحتى توقف تيفتح لك. طيب هلا هذا العقد مسكناه، بينته صوره جميل والاراضي جدا جميلة. ايوه والله جد، شوف شلون مستقرات ما جميل. حلو هذا الطريق يمر بين الاراضي، نايس. اصحابهم يحفروننا والله، مين الارضين كل واحد لحاله.
ايش هي النقطة الزرقاء لمين؟ مو هي رقم 15 يا هي وليتها ايوه شو عم نبلش من ليه؟ عم نبلش من هون افتح لحالك افتح يا شوفير افتح ايوه اوه شي جميل طيب انزل طبعا في بدها تشغيل هاي لا خلاص اتوقع هيك بس طيب خلاص روح اتكل على الله معلم اشتغل فيها لا في شو رايح هذا راح بالميل نراك فيما بعد معلم اشتغل تيسر طيب هون ما نعرف عن شغلتها هذا صار معه يعني عم بيشتغل الزلمة حاليا بأنه ما صارت عساوي طول التراكتور شو نوقف طبعا كنا هون وصلنا نهاية الفيديو شكرا لكم شكرا للمشاهدة ان شاء الله استمتعتوا بالفيديو الجاي اكيد رح نستمتع بس لانه لسه اول هذا لسه في كثير معدات لازمتنا ومصاري ما في فشوي شوي ان شاء الله نعملها وما بدي اطول عليكم بس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته باي باي لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا